إحالة عدد من ملفات المشاريع لهيئة النزاهة لوجود شبهات فساد وإعفاء بعض المسؤولين، هل إعفاء اليوم كافي؟ يعني كعقوب والله أنا أعفي واحد متسبب بتلكؤ مشاريع أو فاسد، هذا العقاب أنا كافي؟ أقول الإعفاء قبل صدور أحكام قضائية أيضا هذا أمر يعني غير مقبول ومجحف في بعض الأحيان، ولعله يفسر سياسيا إذا ما يكون القضاء كلمة نهائية. قضية إعفاء مدراء بهاي الطريقة أنا أشوفها يعني خطوة مستعجلة أو متسرعة، وقد ترتد على مجلس المحافظة نفسه، وكثير ما ارتدت مثل هكذا قرارات. يعني المتضرر راح يشتكي المحكمة الإدارية، وبعد أن تحققت المحكمة أنه ماكو أي شبهات فساد رجعوا بقرار قضائي، وبالنتيجة أصبح يعني المتسبب بهذا الموقف هو في وضع الحرج. يعني مجلس محافظة أو اللجنة أو الجهة الرقابية اللي وصلت الأمور لهذا الحد، فأتمنى أنه عمليات الإقالة والتبديل تكون على أساس مدروسة، وإذا كانت بها تهم وفساد يفترض أن تستند إلى قرار قضائي.